السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 2-1. معكم الأستاذة أضواء المضحي. سنتعرف في درسنا اليوم على أهداف الوحدة الثانية، دور الذكاء الاصطناعي والبيانات في التحول الرقمي للمجتمعات، المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، أهمية تعلم الآلة في الذكاء الاصطناعي، تحديد أنواع تعلم الآلة، طريقة عمل تعلم الآلة، تحديد التطبيقات المختلفة لتعلم الآلة، كيفية إنشاء نموذج تعلم الآلة، وكيفية برمجة نموذج تعلم الآلة في سكراتش. سنستخدم الأدوات منصة تعلم الآلة للأطفال Machine Learning for Kids وبرنامج سكراتش. أذكر يا عزيزتي الطالبة طريقة إنشاء مشروع سكراتش. ممتاز. أولاً سنقوم بإنشاء برنامج سكراتش بواسطة منصة تعلم الأطفال. ثانياً سنقوم باستخدام صور السيارات والطائرات التي تم استخدامها في مشروع منصة الآلة. بعد ذلك سنقوم بإضافة الصور كمظهر لكائن. بعد ذلك سنقوم بإنشاء برمجة سكراتش. سيقوم البرنامج بتقسيم الصور إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تحتوي على صور طائرات والمجموعة الثانية ستحتوي على صور السيارات. إذن تعلمنا في الدرس السابق إنشاء مشروع سكراتش. في درسنا اليوم سنتعلم تحميل الصور كمظاهر للكائن في برنامج سكراتش. أولاً سنقوم بالبحث عن صور طائرات وسيارات وحفظها في مجلد، بعد ذلك إضافة هذه الصور كمظهر إلى الكائن وإزالة مظهر القط من الكائن. إذن لتحميل الصور كمظهر الكائن في برنامج سكراتش نذهب إلى كاستوم، أبلود كاستوم. بعد ذلك سنقوم بتحديد صور الطائرات والسيارات التي قمنا بحفظها مسبقا. بعد ذلك سنقوم بحذف صورة القط. إذن كما ذكرنا سابقا من كاستوم سنذهب إلى أبلود كاستوم. بعد ذلك نقوم بتحديد الصور السيارات والطائرات من المجلد. بعد ذلك سنقوم بحذف صورة القط. بعد ذلك سنقوم بإنشاء المقطع البرمجي في برنامج سكراتش. قبل أن نقوم بإنشاء المقطع البرمجي سنتعلم بعض اللبنات التي سنستخدمها في المقطع البرمجي. أولاً من قسم المظاهر هايد وشو. هايد المقصود بها إظهار الكائن، وعفواً هايد إخفاء الكائن، وشو إظهار الكائن. بعد ذلك سنتعرف على المتغيرات أو الفايربلز. سنقوم في هذا البرنامج بتعريف متغيرين. أولا متغير y، طريقة تعريف من make a variable a new variable، ونقوم بتسميته y أي الأحداث الصادي. بعد ذلك سنقوم بتعريف custom number ليقوم بعد السيارات. ثانياً كما ذكرنا لدينا متغيرات y الإحداثي الصادي، والمتغير الآخر custom number يستخدم لعد صور السيارات والطائرات. أيضاً من اللبنات التي سنستخدمها في المتغيرات change custom number by one، تغيير قيمة المتغير إما بالإضافة كما في الصورة الأولى سنقوم بإضافة واحد، أو بالإنقاص حسب القيمة الموجودة هنا في change y by minus 20 سنقوم بإنقاص 20 كل مرة. أيضا سنتعرف على الإحداثيات. كما تشاهد عزيزي الطالب أنه في منتصف الصورة قيمة الـ x الإحداثي x يساوي 0 والـ y يساوي 0، بينما هنا موقع القط الـ y يساوي سالب 75 والإكس سالب 101. نستطيع تحديد صور أو أماكن السيارات والطائرات في برنامجنا عن طريق الإحداثيات الإكس والواي.
أيضا سنتعلم الحركة في اللبنات، لبنة جلايد. هنا تقوم بانزلاق القط بالإحداث X Y ماينس 108، والإكس عدد عشوائي من 1 إلى 10. إذن كما ذكرنا سابقا، اللبنة جلايد نعني بها انزلاق الكائن. هنا الواحد نعني به سرعة الانزلاق بيك راندوم، عدد عشوائي المتغير الإكس من 1 إلى 10، وهنا المتغير أو الإحداثي واي. رتبي خطوات إنشاء مشروع سكراتش، أو رتب عزيزي الطالب خطوات إنشاء مشروع سكراتش. الصورة الأولى استخدام السيارات وعلامات الطائرة الخاصة بك في مشروع المواصلات. 2 ظهور النتيجة النهائية. 3 إنشاء برنامج سكراتش يستخدم نموذج تعلم الآلة الخاص بك. 4 إنشاء المقطع البرمجي. 5 تحميل الصور كمظاهر للكائن. ممتاز. الخطوة الأولى إنشاء برنامج سكراتش يستخدم نموذج تعلم الآلة الخاص بك. ثانيا سنستخدم صور السيارات والطائرات الخاصة بك في مشروع المواصلات. ثالثا تحميل الصور كمظاهر للكائن. رابعا إنشاء المقطع البرمجي. خامسا سيقسم مشروع سكراتش الصور إلى مجموعتين كما ذكرنا سابقا، صور للسيارات وصور للطائرات. لإنشاء المقطع البرمجي بعد إضافة الصور سنقوم بإنشاء المقطع البرمجي التالي. سيستخدم هذا المقطع البرمجي نموذج تعلم الآلة الذي أنشأته، ويتحقق من مظاهر الكائن واحدا تلو الآخر، ثم يقارن المظهر مع صور تسمية السيارة. إذا تعرف على المظهر كصورة سيارة سيضعه في المشهد على جهة اليسار، إذا لم يتعرف عليها سيضعه في صورة المشهد على جهة اليمين. سيتم مقارنة صور السيارات أو وضعها في المشهد عن طريق الإحداثي الX والY. بهذه الطريقة سنقوم بإنشاء مجموعتين من الصور، إحداهما صور السيارات في الجهة اليسرى والطائرات في الجهة اليمنى. إذن لإنشاء المقطع البرمجي في البداية سنقوم بتعريف المتغيرات. المتغير الأول الإحداثي Y، والمتغير الثاني Custom Number، بعد ذلك من الأحداث سنضع العلم الأخضر وين كليك فلاج يبدأ البرنامج. بعد ذلك اللبنة هايد تقوم بإخفاء الصور. بعد ذلك لبنة سيت كاستوم نمبر سنقوم بتغييرها إلى أو الإحداثي واي. سنضع الرقم 150. بعد ذلك set custom number إسناد قيمة الصفر لعداد الصور. بعد ذلك لبنة repeat تقوم بتكرار 10 مرات. بعد ذلك لبنة change custom number by 1. بعد ذلك لبنة switch custom to custom number. بعد ذلك لبنة show أي إظهار الكائن. بعد ذلك go to front layer انتقل إلى الطبقة الأعلى أو الخلفية عفوا.
بعد ذلك سنضيف الأداة الشرطية if then else. هنا في هذه اللبنة سيقارن لبنة التعرف على الصور بلبنة التسمية car. إذا تحقق الشرط فنضيف لبنة جلايد، أي نقوم بتحريك الكائن إلى الجهة اليسرى، أي إذا كان صورة الكائن تحقق من مظهر الكائن كصورة سيارة سيذهب إلى الجهة اليسرى. بواسطة الإحداثيات الـ X والـ Y إذا كان الشرط غير صحيح أو كانت صورة الكائن غير صورة السيارة سيقوم بتحريك صورة مظهر الكائن إلى الجهة اليمنى عن طريق الإحداثي XY. الآن سنقوم بتغيير قيمة الواي بإنقاصها 20 نقطة كل مرة أو 20 درجة كل مرة. بعد ذلك سنضيف لبنة create a clone of myself، يعني استنساخ صورة الكائن. سنقوم بتغيير حجم السيارات إلى 20 لتظهر في الشاشة كاملة، وبذلك تكون النتيجة النهائية بهذا الشكل. تظهر صور السيارات في الجهة اليسرى وصور الطائرات في الجهة اليمنى. إذن سنقوم بشرح اللبنات التي استخدمناها في المقطع البرمجي. أولا اللبنة الأولى when flag clicked، أي تبدأ تشغيل البرنامج عند الضغط على العلم الأخضر. ثانيا اللبنة hide من قسم المظاهر، تقوم بإخفاء الصور. بعد ذلك اللبنة set y to 150 من قسم المتغيرات، تقوم بإسناد قيمة للمتغير. هنا أسندنا للواي قيمة 150 وكستوم نمبر قيمة 0. أيضا لبنة repeat هي من قسم event، تقوم بتكرار الأوامر 10 مرات أو بحسب العدد التي سيتم وضعه بجانب اللبنة. أيضا switch custom to custom number تحقق من مظهر الكائن و show إظهار الكائن و go to front layer النقل إلى الخلف. أيضا دالة if then else دالة الشرطية. هنا وضعنا لبنة التسمية السيارات ولبنة التعرف على الصور ليقوم بمقارنة لبنة التعرف على الصور بلبنة التسمية السيارات. إذا كانت المقارنة صحيحة أو إذا كانت الصورة صورة سيارات فإنه يضع الصورة على الشاشة على الجهة اليسار. أما إذا كان الشرط غير صحيح
يضع الصور على الشاشة على جهة اليمين. إذا تحقق الشرط وكانت الصور مطابقة للسيارات يضع الصورة للجهة اليسرى، وإذا لم يطابق صور السيارات يضع الصور على الجهة اليسرى اليمنى عفوا. change y by سالب 20 انقاص القيمة 20 كل مرة. create a clone of myself يؤدي الاستنساخ إلى إنشاء نسخة من الكائن أثناء تشغيل البرنامج. تقويم، ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة. أولا، يستخدم البرنامج إحداثيات XY بوضع الصور في المشهد. ثانيا، يقارن البرنامج المظهر مع صورة تسمية السيارة باستخدام لبنة التسمية Chips. ممتاز، الإجابة الأولى صحيحة، يستخدم البرنامج إحداثيات XY بوضع الصور في المشهد. الثانية الإجابة خاطئة. ممتاز، يقارن البرنامج المظهر مع صورة تسمية السيارة باستخدام لبنة التسمية Cars وليس Chips. إذن تعلمنا في درسنا اليوم إنشاء مشروع Scratch وإضافة الصور في برنامج Scratch وإنشاء المقطع البرمجي. تقويم ختامي، عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، استخدم التعليمات البرمجية التي أنشأتها في هذا الدرس. عدل كود سكراتش الخاص بك لإنشاء مجموعتين، واحدة للسفن والأخرى للقطارات. شكرا لكم على حسن المتابعة.